سادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب كل الترحيب بالأشقاء والأصدقاء والقطاع الخاص في هذه المشاركة مؤتمر منتدى الشراكات الصناعية ونثمن جهود وزارة الصناعة في الاعداد لإقامة هذا المؤتمر الثاني الذي يأتي بعد مؤتمر الصناعات التعدينية والبتروكيمياوية والأسمدة والإسمنت والذي نتج عنه إكمال فرص استثمارية أصبحت بشكل عقود قيمتها جاوزت التسعة مليار دولار، مما يعني أن هذه المؤتمرات ليست مناسبة لإلقاء الكلمات وشرح بعض التفاصيل المتعلقة بالفرص الاستثمارية، وإنما هي محطة للقاء بين المستثمرين الجادين في استثمار الفرص الموجودة. سواء كان بالشراكه مع القطاع الحكومي من خلال شركات وزاره الصناعه او من خلال الفرص الاستثماريه الموجوده وفق قانون الاستثمار هذه الحكومه وضعت ضمن الاولويات الخمسه اصلاح الاقتصاد ولا يمكن لاي اصلاح اقتصادي في بلد مثل العراق او تغيير لفلسفه الدوله الاحاديه في الاقتصاد والاعتماد على النفط لا يمكن ان يتم ذلك الا من خلال دعم القطاعات الصناعه والزراعه والسياحه والتجاره وبما اننا اليوم نتحدث عن الصناعه لدينا من الموارد الطبيعيه لتاسيس صناعه مستدامه ومتطوره تلبي احتياجات السوق المحليه لا وبل يمكن ان تكون ايضا صناعه تؤدي الى تصدير منتجاتها الى خارج العراق على ضوء هذا البرنامج الحكومي وهذه الاولويه وهذا الفهم الدقيق لاهميه تنويع الاقتصاد ودعم الصناعه واستثمار الموارد الموجوده لا بد لنا من خطوات عمليه واجرائيه حيث لا يمكن ان نبقى نتفرج على ان يكون العراق دائما سوق استهلاكيه للسلع المستورده لا يمكن ان يبقى هذا الوضع ويستمر ونحن نتكلم عن هذه الموارد الطبيعيه الهائله ايضا لا تستطيع الدوله ان تلبي احتياجات فرص العمل لابنائنا من الخريجين والباحثين عن العمل حيث لا يمكن للدوله ان توظف كل هذه الاعداد الهائله، خصوصا ونحن نتكلم عن ثروه بشريه الله سبحانه وتعالى انعم علينا في هذا البلد غالبيتها من الشباب. ونحن نعلم جيدا ايضا ان فرصه العمل في القطاع الصناعي المباشره تولد اربعه الى ست فرص عمل غير مباشره وبالتالي الاستثمار الامثل في راس المال البشري واكساب المهارات والتدريب لادخاله للمنافسه في سوق العمل هو ايضا واحد من اهداف هذه الحكومه ايضا ان الاوان ان يرتبط اقتصادنا بدوره الاقتصاد العالمي وتاسيس قاعده صناعيه قويه تدعم الاستقرار والتنميه وتوفر الوظائف وهذا لا يتم الا من خلال دعم رياده الاعمال الصناعيه لتلبيه الحاجه المحليه والتكامل مع المتطلبات الاقليميه والدوليه بقراءه سريعه لمؤشرات وزاره التخطيط يستحوذ القطاع الخاص بتقديرات عام 2020 على 81% من اجمالي عدد الوحدات الصناعيه القائمه في العراق مقابل 11% للشركات الحكوميه و1% للشركات المختلطه. لكن النسبه في المساهمه باجمالي الانتاج الصناعي ما زالت تقاد من قبل شركات القطاع الحكومي وخصوصا الصناعات الثقيله في الوقت ان البلد والسوق المحليه يحتاج للقطاع الخاص ان يسهم في الانتاج الصناعي في مجال الصناعات الانشائيه والغذائيه والدوائيه والتعدينيه هذا المؤتمر هو رساله واضحه من الحكومه لدعم الشراكات الصناعية الحقيقية وليس التجارية الشراكات المنتجة التي تساهم في إضافة قيمة إضافية للصناعة الوطنية لا أن تكون شراكات تستغل فيها أو تستثمر فيها التسهيلات التي تمنح من قبل القوانين الموازنة أو القوانين الأخرى ولقد عانينا كثيراً من الشراكات التجاريه التي اساءت لشركات وزاره الصناعه وباقي الشركات الحكوميه. بنفس الوقت هناك شراكات ناجحه في اكثر من قطاع. ساهمت في اضافه قيمه مضافه للصناعه في اضافه خطوط انتاجيه في احداث تطور تكنولوجي في تطوير قابليات العاملين في شركاتنا الحكوميه. إذا ما نطمح إليه في هذا المنتدى هو خلق هذه الشركات الشراكات أما إذا كان هناك الرغبة في استثمار الفرص الموجودة أيضا هي متاحة ومدعومة من قبل وزارة الصناعة سواء كان من خلال التنمية الصناعية أو من خلال المدن الصناعية أو من خلال قانون الاستثمار نحن بصراحة نسعى بجد الى تمكين القطاع الخاص الصناعي من حيث الملكيه للوحدات الصناعيه والمساهمه في الانتاج. خلال هذا العام عملت الحكومه على عده خطوات. خطوات اجرائيه عمليه وليست اعلاميه خطابيه. اولا تاسيس الصندوق السيادي، صندوق العراق للتنميه، وهو يؤسس لبيئة من الاستثمار والقطاع الخاص بدأنا برأس مال تريليون دينار وسوف نزيد هذا المبلغ إن شاء الله في جداول موازنة 2024 أيضا في قانون الموازنة لثلاث سنوات تم زيادة رأس مال المصرف الصناعي كذلك ولأول مرة تلتزم الدولة بتقديم ضمانات سيادية للقطاع الخاص وهذا البرنامج موجود ومن خلال لقاءات وزيارات إلى مؤسسات دولية معنية بالتمويل هيئنا مجموعة فرص سوف ترى النور قريبا إن شاء الله من خلال هذه المبادرة التي تضمنها قانون الموازنة لا زالت الدولة تدعم القدرة التصديرية من خلال صندوق دعم الصادرات. أيضا في هذا العام باشرت الحكومة بإصلاح هيكلي للقطاع المصرفي والمالي. هذا القطاع الذي لا يمكن أن نتحدث عن تحقيق تنمية في ظل عدم وجود نظام مصرفي رصين موثوق يؤمن التحويلات الماليه للمستثمرين ويعتمد على معايير الامتثال في المعتمده من قبل المؤسسات الماليه بدانا بهذا المشوار رغم ما ترتب عليه من كلف اجتماعيه وسياسيه لكننا جادون في المضي بتنفيذ هذا الاصلاح هذا الاصلاح المهم لقطاع المصارف. خلال هذا العام ومن خلال نقاشات واجتماعات بين منتجي الادويه مع المستشارين والوزاره والجهات القطاعيه توصلنا الى اعتماد حزمه من الاجراءات صوت عليها من قبل مجلس الوزراء ساهمت بشكل فاعل وملموس اولا في زياده الخطوط الانتاجيه في أكثر من مصنع وفي أكثر من دواء، وانعكست بشكل واضح على نسبة التعاقدات بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، حيث ارتفعت النسبة من 21% إلى 40%، 40% تعاقدات مع منتجين محليين لإنتاج الأدوية. سبق وأن تم إقرار استراتيجية تطوير القطاع الخاص. 2014-2030 واحد مخرجات هذه الاستراتيجيه هو مجلس تطوير القطاع الخاص بصفته الدائمه. هذا المجلس الذي يفترض ان يكون هو اعلى هيكل اشرافي على تنفيذ هذه الاستراتيجيه ويتابع القطاع الخاص في تنظيم اموره ودعم نفسه بنفسه باسناد الجهات الحكوميه المعنيه حتى يكون فعلا منبر للحوار والتفاعل والتنسيق والتكامل بين القطاعين العام والخاص وزاره التخطيط اكملت الاجراءات واليوم نعلن باننا سوف نتراس هذا المجلس ونستمر بهذا العمل رساله منا لدعم القطاع الخاص وتنفيذا ايضا لما جاء في البرنامج الحكومي اود ان استثمر هذه المناسبه لاؤكد على منهجيه عمل الحكومه في علاقاتها مع دول المنطقه ودول العالم في اقامه الشراكات الاقتصاديه والعمل بمبدا تشبيك المصالح وهذا ما عملنا عليه وسوف نعمل من خلال عدة مبادرات ومشاريع. نقوم حاليا بدراسة مشاريع إقامة مدن اقتصادية، ومدن صناعية أو مناطق حرة مع دول الجوار إيران والسعودية والأردن والكويت. كما ونؤكد على مشروعنا الاستراتيجي، مشروع العراق الأول، مشروع طريق التنمية. الذي سوف يوطن المدن الصناعيه بدءا من ميناء الفاو وانتهاء بنقطه الارتباط بتركيا. هذا بالتاكيد سوف يفتح المجال الى مزيد من الفرص في هذه المدن الصناعيه. ختاما اقول وبكل ثقه ايها الاخوه والاخوات بان اليوم هو الفرصة الثمينة للقطاع الخاص للاستثمار في القطاع الصناعي وما معروض من فرص سواء بالشراكة مع القطاع الحكومي او من خلال استخدام او استثمار الفرص الموجودة هذا اليوم الفرص متوفرة لكن يوم غد بالتاكيد سوف يكون هناك حديث اخر الحكومة جادة وبإجراءات عملية وبمتابعة مباشرة من قبل المتحدث وفريق الإستشاري والجهة القطاعية وزارة الصناعة بمتابعة المستثمر من منذ البداية منذ بدء تقديم طلب الإستثمار وانتهاءً بالتعاقد والمباشرة والبدء بالانتاج. هذه رسالتنا اللي حبينا نوصلها لحضراتكم في هذا المنتدى متمنين ان تكون خلال هذه الجلسات اليوم وغدا فرصه للاجابه على كل الاستفسارات والايضاحات وكل التقدير للجهود المبذوله مره ثانيه من قبل وزاره الصناعه ومحافظه البصره متمنين النجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.